أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى
النعيم خالدين فيها وهو العزيز الحكيم خلق السماء وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا فإنما يشكر
وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا
ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن
صدق الله العظيم.